وصلنا من مطار أوريل مطار شارل دو غول ومطار شارل دو غول مطار جنيف وين وصلنا مناج احنا في الطياره الخاصه اللي مخصصنا لي انا واحد فوالا انا وياك وحدنا خصوا لنا سويسرا خاصه لنا انا وياك فول وحدنا باش توري شكون ورانا هكا سيمونير العرقي من التالي بالكل بابا كده سرحان تا 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 يجي الشيطان هي 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 يفضل يوزك هو 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 على سكة شمال لا 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 يفضل يقول لك ايه ايه العب يلا العب يلا ما تلعب يلا العب يلا تحية لحنا باع مجوهرة افام من هوني من نيوشاتيل من احلى المناطق في العالم في سويسرا نعملوا في بروفا على مسرحية مخفوقة بنت بوها حنان جد معايا والحفلة تحبني وخاطر صدعتها الاسوسيسيون باش نشط زادا في الحفلة الاعلامي الكبير وليد مسبيس باش نشط في الحفلة الناس كلها باش نشط في الحفلة يو شاتيل والدنيا في سويسرا بعدين كي هكا تيحي وكل شيء نزوك الطبيب ونرجعوا الامور قلت له تهنى توا وانطرت الحيلة على أمي عملت فيها إضراب جوع أما عقب لي الحق بابا يجيب صحفة مقرونة شقالة دردورة طرف زميطة أما كمان وجهي صفار وكسكش ومديت لأربعة هزوني للطبيب مباشرة الطبيب قال لهم لا 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 هزوني في أعصاب طفلة ضاربة هزوني في الأعصاب قال لهم شوفوا مدام مسيور الطفلة هذيك ما تخليهاش تعمل تحب Elle peut avoir des idées noires. Gelo baba des idées noires comme quoi? Gelo ma talent peut se faire que fait l'intihar. Cheikh, qu'est-ce que tu as? Gelo galo wadid. Wala khatrni ana. Nahtaram el wadid. Wa nrfd bdi bch nakhd rajel ommo ma tahbnish. وشاكل واحد على روحه وتفرقنا مرسي مرسي pour l'association tunisienne en suisse مرسي au public حبينا نعطيكم عام خير من هكا على غالب الظروف والانسترومون ما خرجوش المخرج العمل الفني الكبير محمد بن العبدي خليه يكلم حتى ما عادش نجم شكرا انا من غير ما نزيد على الكلام اللي قالته منال انا حسيت برشا حب الحمد لله كان يوم رائع معناتها كيف ما عملنا الحمد لله يعني سيتي بريسك معناتها لو بوت الي اتنا الحمد لله سي ليسونسييل فرحانين ياسر اللي جونا حنان ومنال بطبيعه الطاقم الكل اللي جا معاها من تونس فرحانين ياسر اللي الماكلة عجبت الناس الكل الناس الكل فرحانين بالجو التونسي الجو كان 100% تونسي ان شاء الله نواصلوا ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله بوجودكم معناتها والتشجيع نتاعكم والله بسم الله قبل كل شيء مرحبا بكم في سويسرا شرفتونا ونورتونا هذه المناسبة الثانية اليوم الثاني اللي نظمته جمعيتنا التونسيات بسويسرا بعد تجربة خضناها العام اللي فات كان عرضنا العام اللي فات عرض غنائي طبعا مرافق مع اللبسة التقليدية التونسية الأكلة التونسية التقليدية حاولنا قدر الإمكان نجمع الجالية التونسية المغتربة اللي متوحشة ريحة البلاد على صحين كسكسي على لبسة تقليدية على جو تونسي اليوم كانت عندنا تجربة في العرض المسرحي
مسرحي مع فنانتنا منال عبد القوي، وكان عندنا اقبال جدا ممتاز للعرض المسرحي. الناس خرجت فرحانه الحمد لله، عدد الحضور غير متوقع، تفاجئنا بعدد الحضور الحمد لله. تعدى نهار تحفون برشا، في جو عائلي، في جو اسري، جو فني، جو تونسي 100%. يعيشكم بارك الله فيكم على حضوركم معنا. كل الفرقة متاع مسرحية المخفوقة بتبوها مدام منال عبد القوي، الصحفيين الحاضرين معها، كان جو رائع، جو عائلي ممتاز، يعني كل الناس فرحت، الجمهور تفاعل مع المسرحية، تفاعل مع كل الفقرات، فرحتونا بجايينكم. كان جو كما خططنا له، الحمد لله، يعني فرحنا جمهورنا وفرحنا ضيوفنا، وهذا كان أكبر هدف.